اليوم راح نتكلم عن أهم الاختبارات المقامة حاليا في المركز الوطني للقياس والتقويم. راح نتكلم عن أهم المشاريع اللي تقام عندهم في هذا المركز. اليوم راح يكون معنا الدكتور فهد أبانامي، هو طبعا مدير إدارة تطبيق الاختبارات بالمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، أو خليني بصح الاسم عفوا، دكتور فهد أبانامي. طبعا دكتور فهد، يسعد صباحك. يسعد صباحك وصباح المستمعين والمستمعات في هذا الجو الجميل. إن شاء الله يا رب. أسعدهم دكتور فهد. دكتور فهد، خلينا في البداية نتكلم عن كل مشروع على حدة، على أساس المستمعين يشوفوا المشاريع وخلينا نقول الاختبارات المقامة حاليا في المركز الوطني للقياس والتقويم. راح نبدأها بطبعا قياس مخرجات التعليم العالي والتخصصات الهندسية. في البداية دكتور فهد، حدثنا أو كلمنا عن نبذة عن مشروع مقياس مخرجات التعليم العالي للتخصصات الهندسية. طيب هذا طبعا مشروع جديد بطلب من وزارة التعليم العالي وحرصها على تعزيز جودة مخرجات التعليم والتأكد من ملائمة البرامج العلمية في الجامعات وأيضا المهارات للخريجين من متطلبات الدرجة العلمية وما تتطلبه الهيئات المهنية منهم. طبعا جاء الوزارة تريد أن تحرص على أن تتأكد أن الجامعات والكليات والأقسام تخرج مخرجات تتناسب مع متطلبات هذا التخصص من ناحية الأكاديمية والعملية الموجودة في السوق. طبعا سوف يبدأ المشروع بمخرجات التخصصات الهندسية لما تمثل هذه من أهمية في ميدان العمل يعني. نعم. طيب دكتور فهد، احنا ما زلنا نتكلم عن مشروع مقياس او قياس حق طبعا مخرجات التعليم العالي، نبغى نعرف مين المستهدف من هذا المشروع، وكمان هل في مكونات لمقياس مخرجات التخصصات الهندسية؟ نبغى نعرف ايش هي المكونات تبعها. طبعا هو يتكون من جزئين، مكوناته يتكون من جزئين، واحدهما يعني طبعا الاختبار تكون من جزئين. الجزء الاول يهتم بالمواضيع العامة بالهندسة بشكل عام. نعم. والجزء الثاني يتكلم عن كل تخصص بحد ذاته، يعني حيكون جزء يضم يقيس المهارات الحياتية لا تتصل بالتخصص، مثلا التواصل، الإلقاء، حل المشاكل الأساسية في متطلبات الكفاءات الوظيفية في عملهم، واستخدام الحاسب الآلي ومهارات تطوير الذات، وكذلك بعض الجوانب التحصيلية التي مشتركة بين كل التخصصات الهندسية. يعني اللي نقدر نقول ان المستهدف المشروع بس اللي اصحاب التخصصات الهندسية فقط، يعني هذا في المرحلة الأولى. نعم، يعني طبعا الوزارة تريد ان تتأكد من مخرجات التعليم العالي في جميع التخصصات. فبدأ المشروع الآن بالتخصصات الهندسية، سوف يتبعها إن شاء الله تخصصات تربوية، تخصصات إدارية، وهكذا حتى على حسب الأهمية. حسب الأهمية طبعا، هي عبارة عن مراحل. يبدأ بالهندسية الآن. الهندسية عندنا 7 تخصصات: الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية والصناعية والكيميائية والمعمارية وهندسة الحاسب الآلي. جميل جدا دكتور فهد، خلينا ننتقل إلى البرنامج الآخر وبرنامج التهيئة والتدريب للاختبار التحصيلي. حدثنا عن ما هي محتويات هذا البرنامج، هل الاختبارات الموجودة في البرنامج مشابهة للاختبار الحقيقي أو مختلفة؟ طبعا الاختبار التحصيلي او التهيئه والتدريب هذا يعني مشروع جديد، وهو اسوه بالجزء الاول منه اللي كان عباره عن تهيئه وتدريب لاختبارات قدرات قبل يعني فتره بسيطه، يمكن شهر او كذا، يعني افتتح موقع التهيئه والتدريب للاختبار التحصيلي، وهو يحتوي على 3 أجزاء أساسية. أول شيء يتكلم عن مفاهيم العمل العلمية لهذه التخصصات المراد الاختبار فيها. طبعا الاختبار التحصيلي يغطي 4 تخصصات: الرياضيات والكيمياء والأحياء والفيزياء. في البداية يعطى مفاهيم علمية بشكل يعني تفاعلي انتراكتف، بحيث يعني يعرض لك شكل معين، يعرض لك تجربة معينة، يعطيك قوانين حقتها، يعني يجي قدامك زي واحد فيلم كرتوني بحيث انه يتفاعل معك في هذا الموضوع. جميل، يعني شيء تفاعل صمت يعني بصوره جذابه وطريقه تفاعليه جيده. اما القسم الثاني يحتوي على امثله تدريبيه، يعطيك سؤال وعليه اجابات. اي نعم. وانت تجاوب، اذا جاوبت خطا قال لك ان هذا خطا، هل تريد ان اساعدك؟ هل اريد ارجعك الى مفاهيم تدريبيه لهذا السؤال؟ حلو.
وإذا جواب صحيح يقول لك أنه صحيح ممتاز انتقل إلى التي بعدها. أما الجزء الثالث وهو اختبار تجريبي كامل، يعني يعطيك اختبار تجريبي مماثل ما هو موجود في الاختبار اللي تطبق في الحقيقة، وبناء عليه تقيم نفسك أنت وتعرف وش الإجابات الصحيحة والإجابات الخاطئة، وفي أي تخصص عندك فيه ضعف أو فيه عندك عجز من هذه التخصصات يعني. نعم. طيب بالنسبة للاختبار التحصيلي، احنا نعرف دكتور فهد الفترة هذه هي فترة الاختبارات التحصيلية، ويمكن أكثر الطلاب السؤال اللي يدور في بالهم أول شيء كم عدد المحاولات، ثاني شيء هل في المركز موجود معاهد معتمدة للتدريب على الاختبارات؟ أنا قبل شوي كأني سمعت منك الإجابة أنه فعلا في برامج اللي هي نقدر نقول تجريبية قبل الاختبار الحقيقي، تدريبية يعني في نفس الوقت. أيوة. فكبداية نبغى نعرف كم عدد المحاولات، يمكن هذا أكثر سؤال يدور في بال الطلاب. طبعا هو الآن الاختبار التحصيلي بسبب أنه يغطي المنهج الدراسي، أي نعم، فصعب احنا نقيمه في مثلا في الفصل الاول. لما نقيمه في الفصل الاول معناه ان سوف نسال عن اسئله في الفصل الثاني لم يحصل عليها الطالب. اي نعم. فنحن مضطرين احنا ما نقيمه الا في نهايه الفصل الثاني بعد نهايه الدراسه على طول، يعني على طول. هذا الان حتى الان طبعا احنا في دراسه نقوم بها الان لوضع محاوله ثانيه للطالب قبل اختبارات الفصل الثاني. اي نعم. يعني اختباراتنا الان موجود اختبار تحصيلي يكون بعد نهايه الاختبارات بدايه الاجازه الصيفيه. بالعكس يكون افيد لهم لان المعلومات تكون الى في نهايه الفصل تكون راسخه في بالهم، يعني فيكونون اعتقد مستعدين للاختبار. لكن احنا ان شاء الله احتمال السنه القادمه او السنه اللي بعدها سوف يكون في اختبار في فرصه ثانيه للطالب قبل بدايه اختبارات الفصل الثاني. نعم. يكون عنده فرصتين، فرصه قبل الاختبار وفرصه بعد الاختبار باذن الله. حلو ان شاء الله. احنا نسال الطلاب لهم التوفيق ان شاء الله. تفضل محمد. دكتور فهد عندك اي اضافه؟ يعني بالنسبه ايضا ذكرت الاخت عن الموضوع المعاهد التدريب. طبعا احنا في المركز لا نؤيد اي او لا نعتمد ولا نؤيد اي مركز من مراكز التدريب. احنا نرشد الطلاب دائما بالتوجه الى الموقع اللي ذكرنا قبل قليل اللي هو تهيئة التدريب. هذا الموقع مجاني، يدخل الطالب يعني يجرب كما يريد عن طريق الانترنت، والأسئلة الموجودة فيها هي أسئلة حقيقية سابقة، والذي وضع الأسئلة هم نفسهم من الذي يضعون الأسئلة في الاختبارات الحقيقية. أي نعم. أرجو من الطلاب التوجه إلى هذا المصدر الصحيح والأساسي للتدريب، والبعد عن المعاهد الأخرى التي فيها خسارة مالية وقد يكون فيها عدم التصاقها بالاختبارات الحقيقية الموجودة في الواقع، يعني تسبب تشتيت للطلاب. نعم بالضبط. كثير طلاب وخسائر كبيرة صراحة. جميل جدا. خلينا ننتقل إلى المشروع الثالث دكتور فهد، هو اختبار القدرات للطالبات. هو الحين يقام اختبار قدرات للطالبات، ما هي الاستعدادات أو استعدادات المركز لهذا الاختبارات؟ اختبار القدرات انتهى، يعني اختبار القدرات انتهى الخميس الماضي، هو عبارة عن اسبوعين، اسبوع الخميس الذي قبله واسبوع الماضي اخر شيء، وانتهت الاختبار الحمد لله وتم تنفيذها في جميع تقريبا مناطق المملكة. جميل. فانتهينا منها الان في طور رفع اوراق الاجابة وتصحيحها، وإن شاء الله خلال يمكن أسبوعين كذا تخرج النتائج بإذن الله. نعم. لو نتكلم عن الاختبار التحصيلي لهذا العام، هل سيكون للتخصصات العلمية فقط أو يشمل جميع التخصصات بالنسبة للطالبات؟ بالنسبة طبعا هو اختبار تحصيلي للطلاب والطالبات، للطلاب فقط على التخصصات العلمية، أما للطالبات سيكون التخصصات العلمية والتخصصات الأدبية. نعم. يعني كافة يعني أهم قسمين موجودة حاليا في المدارس الثانوية. طيب أخيرا دكتور فهد، كختام لهذا اللقاء نبغى منك نصيحة للطلاب المقبلات على الاختبار بالذات الفترة هذه. للأمانة يعني يمكن أنا يعني عندي أخواتي حاليا راح يجتازون هذا الاختبار التحصيلي، فكان عندهم قلق فعلا أنه نوعية الأسئلة ممكن تجيهم، دام الأسئلة في بالهم يقولك أنه خايفين من الأسئلة تكون أسئلة جدا قديمة وممكن ما نتذكرها، ممكن تجي أسئلة لا تخطر على بال. فأنت نصيحة لكل طالب وطالبة حاليا قاعدين يسمعونا أو راح يجتازون فترة الاختبارات هذه التحصيلية. والله أنا أفضل نصيحة طبعا استغلال الموقع التهيئة والتدريب. أنا أتوقع أنها عبارة عن هدية هداها المركز للطلاب والطالبات، كأنه يقول لهم هذه الأسئلة التي سوف أسألكم عنها. نعم. يعني مماثل لها بشكل كبير جدا، والمفاهيم اللي سوف تتطرق حول الأسئلة يقول كان المركز يقول لكم هذه المفاهيم التي سوف أسأل حولها. فعلى الطالب أو الطالبة اللجوء إلى موقع التهيئة والتدريب
ومتابعة وأخذ المفاهيم وأخذ اختبارات تجريبية. طبعا اختبار تحصيلي يغطي المراحل الثلاثة اللي هو أولى ثانوي بنسبة 20% وثالث ثاني ثانوي بنسبة 30% وثالث ثانوي بنسبة 50%. طبعا هو يغطي المفاهيم الأساسية، لا يدخل في عمق الأمور العلمية، وإنما المفاهيم الأساسية اللي تكون ظاهرة بشكل واضح. جميل. يعني أنت تشوف أن برأيك، لأنه أغلب الطلاب يسألون ممكن ينسى السؤال في المنهج، يقول لك والله من سنتين ويكون هو في ثالث ثانوي ويقول لك أنا يلا أتذكر المنهج السنة هذه، فكيف أتذكر أي أسئلة من المنهج أولى ثانوي؟ فأعتقد أنت الآن يمكن قاعد بصلت للموضوع أنه ممكن تجي لهم أسئلة تكون أساسية، يعني تكون تفصيلية. بالضبط. يعني الأساسية اللي تبقى عالقة في الذهن لازالت يعني. ونتواصل معهم مع السنوات. دكتور فهد أبانمي هو مدير إدارة تطبيق الاختبارات بالمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، أشكرك على تلبية الدعوة والتوضيح لهذه المشاريع اللي نتمنى لها التوفيق إن شاء الله عبر السنوات القادمة. أكيد نتمنى التوفيق للطلاب وطالباتنا اللي يجتازون الاختبارات حاليا. والشكر لكم جميعا، وأتمنى للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في حياتهم إن شاء الله. شكرا دكتور. على سهلا.